انا مديرة عمل يونسكو بتقول لي ليس لدي كلام اقوله. ياه، ليس مديرة لدي نظام كلام. السياحة اقوله، قالت لي ما عنديش لفظ اعرف اقوله، قالت لي ما عنديش حاجة اقدر اقولها. مدير منظمة السياحة العالمية قال لي لم اكن اتوقع للحظة الابهار ده. وزير السياحة اليوناني بقى قال لي انه ممكن اشتغل مذيع بعد كده. لا لا، بسم الله ما شاء الله. لا بجد والله، النهارده الكباش، وفاكر حضرتك الحمله اللي قامت على حضرتك وقتها وقت نقلهم من الاقصر؟ احمد ديب اتفضل. ما فيش حاجه من دول ما حصلش عليا فيها حمله. قصر البارون اتبهدلت على اللون بتاعه لغايه لما جبنا الراجل النهارده 79 سنه بيقول ده لونه. عملنا الكباش هاجمونا، عملنا المعبد اليهودي هاجمونا، عملنا الازهر قالوا الارضيه بتاعته مش عارف ايه، كل حاجه بنعمل. عملنا الحفله قال لك جايب واحده اجنبيه او غير مصريه تمثل الملكه حتشبسوت، يعني دروس الملكه كمان. بص حضرتك، انا النهارده عامل الحفله اهو، انا خارج بقول لزملائي استعدوا من بكره في حمله هتطلع على حاجه ما. ده لازم. بس تاني، احنا ارتضينا العمل العام وارتضينا كده وخلاص، بقى الواحد اتعود وعارف ان كل حاجه بنعملها المعيار بتاعك انك تعمل تقدر عليه، تراعي ربنا في عملك، تفكر في مصلحه البلد والناس. كل واحد يقول اللي هو عاوزه. هل في مخرج اسباني ولا ما في ولا ايه؟ ايه الحقيقه؟ لا لا خالص، دي شركه مصريه. ممكن اقول اسمها، هي كتبوا اسمها شركه سعدي جوهر. دي شركه مصريه طبعا، شركه مصريه اللي اشتغل. شفت الاوركسترا، شفت الفنانين، شفت كل حاجه. وعلى فكره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في المتحف الكبير، عشان ما يبقاش في كورونا ان شاء الله، هنعزم اجانب وهنعزم عرب وهنعزم مصريين وهنعمل حفله عالميه. ما فيهاش اي حاجه. لو ما اجيب النهارده مذيع اجنبي مشهور يشارك معايا في الحفله، ما فيهاش حاجه خالص في حدث سياحي. نعم. لا حضرتك بتقول لي بنشتغل على المتحف المصري الكبير الافتتاح ان شاء الله. احنا خلاص، احنا عملنا طرح بقى لنا سنه وشويه، واخترنا 22 شركه واخترنا 8 عروض، ثم اصبحوا 3 عروض النهارده. بس مشكلتي بس انا لسه طبعا بتشوف بس الكورونا. انا مش عايز اعلن تاريخ. لو اعلنت تاريخ احمد بيه العالم كله هيستناه، فجاه اجله عشان الكورونا يبقى شكلي وحش. فمش عايز اعلن، انا بس منتظر اشوف احنا رايحين فين في الكورونا. العالم، مش احنا، مش مصر، لا العالم. انا بقى دلوقتي انا عندي قدامي مديرة عمل يونسكو وكل الناس قاعده على الترابيزه، وحضرتك ايه سلم اخش لهم نعمل عشاء دلوقتي. مبروك، عامل عشاء على شرفهم. يلا مبروك احتفالا، واخش عشان الضيف بقى اتاخرت عليهم. مليون مبروك، بشكرك على اهتمامك وعلى الترويج اللي حضرتك عملته. مبروك سياده الوزير دكتور خالد العناني، بشكرك شكرا جزيلا.